شكرا شكرا شكرا. اذا هو يرحب بكم، هو يرحب بكم كتكوت. اذا يا اطفال مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذه الحصه اللي تحبوها. اذا انتم تاني لكم تشاهدوا فينا، اذا حبيتوا تسجلوا للحضور للحصه ما عليكم الا توجهوا للانترنت موقعنا عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تسجلوا للحضور لازم شوية تاع الصبر، لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كامل حابين يجوا، وعمويزيد حاب يجيبكم كامل الحصة اليوم في هذه الفترة. هذه يوم 28 جانفي كاين اليوم العالمي للحفاظ على المعلومات، يوم عالمي سي لا جورني انترناسيونال دو لا بروتيكسيون دو دوني. مثلا الانسان لما يمد اي معلومات للشركه ولا كاين حقه في انه هذيك المعلومات تكون يحتفظوا بها، يعني ما يمدوهاش لاي واحد اللي يجي. اذا كاين يوم عالمي وين نتوقفوا باش نتكلموا على هذه المعلومات هذه اللي يمدها الانسان باش تكون محافظه. دونك لا جورني انترناسيونال دو لا بروتيكسيون دي دوني. تحبوا الألغاز؟ نعم. يلا، ما هو الشيء الذي يستحيل كسره؟ معليش فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا بإمكانهم كذلك يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت تاعنا عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. وش رايكم يا أطفال، روحوا دركا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري مع نور الهدى. راح نكتشفوا شخصية مصطفى مراردة. تفضلي نور الهدى. تفضلي نور الهدى. تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة المجاهد مراردة مصطفى. ولد المجاهد مراردة مصطفى المسمى بن النوي في 21 أوت 1928 بولاية شليح ولاية باتنا. انخرط في صفوف الثورة التحريرية الجزائرية كمناضل منذ 14 نوفمبر 1954، حيث قام بأعمال عديدة منها مسؤول مركز مكلف بالمخابئ والاتصال والعمليات وتخريب مصالح المستعمر. التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في ماي 1955 بعد اكتشاف خلية الفدائيين التي كان ينشط فيها. رافق الفقيد أنذاك مسؤول ناحية باتنا عبيدي محمد الطاهر المدعو الحاج الأخضر في أواخر أكتوبر 1956. عين ملازما أول عضوا في الناحية الرابعة بريكا من المنطقة الأولى مكلفا بالاتصال والأخبار، ثم مسؤولا بنفس الناحية في أواخر 1957، ثم عضوا في مجلس المنطقة الأولى للولاية الأولى أواسط سنة 1958 محتفظا بقيادة الناحية، ثم رقى إلى رتبة نقيب مسؤول عن المنطقة الثانية أريس بداية سنة 1959، ثم مسؤولا للولاية بالنيابة بعد خروج الحاج الأخضر إلى تونس في أبريل 1959. عند تجديد مجلس الولاية رقي رائدا العضو مكلف بالأخبار والاتصال وعضوا في مجلس الثورة الجزائرية أوائل 1960. عمل ملحقا عسكريا في بغداد من جانفي 1965 إلى جويليا 1967، ثم قائدا لمدرسة أشبال الثورة في تلمسان من جويليا إلى نوفمبر 1970، ثم عضوا في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية باتنا في 1976 إلى 1982، ثم عضوا بالمجلس الوطني للمجاهدين منذ سنة 1990 إلى غاية وفاته. وفته المنية ليلة 18 مايو 2007 في منزله بباتنا عن عمر يناهز 79 عام. رحمه الله. رحم الله، رحم الله المجاهد مراردة مصطفى رحمه الله، ورحم الله كل شهداء الثورة ومجاهدي الثورة
ربي يرحمهم ربي يرحمهم. يا أطفال، أنا حبيت اليوم تغنوا معايا أغنية أنا نحبها بزاف القلب، رغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. عبركم شكون هذه؟ جدتي. يلا تغنوا معايا كامل. جدتي أنت سر بسمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، خذي من عمري تحيلنا بوركت يا جدتي، خذي من عمري تحيلنا بوركت يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برافو 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 يا اطفال، واش رايكم نروحوا الالعاب الخفه؟ يلا كامل مع عمو نسيم اللي جانا مدينه شرشال في العاب الخفه. تفضل عمو نسيم.
السلام عليكم يا أطفال. وبركاته. على بالي راكم نتوما تسناو فيا، ولهذا اليوم راح ندير لكم امتحان إليكم وراكم كاع راح تشاركوا فيه. هذا الامتحان راح نمتحن فيه اليقظة تاعكم، لأن العلماء العصر اكتشفوا بلي الأطفال عندهم نسبة اليقظة جد عالية. لازمنا نديرو فوجين، فوج ألف اللي هو فوج الذكور، فوج باء اللي هو فوج الإناث. تبعوا معي العرض، كونوا يقظين. وش عندنا هنا؟ عندنا علبة. وش عندنا هنا؟ تعرفوه؟ مكعب. مكعب، جيد. هذا المكعب اللي يجي في هذه العلبة. نحطوه هنا ونحطوه هنا. شوفوا معايا مليح، العلبة فارغة. تبعوني مليح، كونوا يقظين. نديروا هنا هذا المكعب في العلبة، نغلقوا عليها. فوج ألف الذكور، وراه المكعب هنا ولا هنا؟ سير منا عمو. واش بيكم قلتوا الذكور يعني منا؟ دوك شوفوا الإناث، شوفوا الإناث. الإناث وراه منا ولا منا؟ منا. شوفوا الأغلبية منا، الأغلبية تقول منا، الأغلبية تقول منا. ماهوش اسمع يا اطفال، معليش نقول لكم بلي كنتوا الزوج فائزين، الذكور فائزين والاناث فائزين، لانكم كنتوا جدوا على اليقظه، لانكم استعملتوا المنطق، ولكن انا استعملت العاب الخفه، لان المكعب مروش هنا ومروش. فلهذا سميت بالألعاب الخفة، لأني كنت أسرع وأخف من العين المجردة. شكرا. برافو 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 برافو. عجبكم عمو نسيم؟ إذن يا أطفال تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الفأر الشجاع، يلا معي. يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الفأر الشجاع. واحد النهار كان واحد الفأر، هذاك الفأر كان كل يوم يدخل لعند واحد المزارع المزرعة ديالو ويفسد له المحصول تاعو كامل. يتقلق هذاك المزارع الفلاح، قال لمرتو قال هذا الفأر هذا راهو قلقني، أو كل يوم يدخل يفسد كلش وكامل، لازم نشوفوا له حل. إيه قالت له مرا دوك نصيب لك حل، قالت له دوك نديروا له فخ. أن بياج هكذا. بعد الفار شاف هذاك البياج، شاف الفخ، راح يجري عند الحيوانات، عند البقرة، عند الدجاجة، عندهم، عند الثعبان، عندهم كامل. قال لهم ساعدوني ساعدوني، راهم المزارع دلي فخ، راح يحكمني، شوفوا كيفاش نديروا، نتعاونوا كامل. قالوا له هذا لا يعنينا، دبر راسك، انت اللي خربت الزرع نتاعو، دلك المصيده كما يقولوا لو بياج، الفخ ليك انت، هذا لا يعنينا. خلاوه وحده. بعد هو كان على باله بلي كاين الفخ. من بعد الثعبان كان يمشي هكذا ما فاقش، طاح في الفخ هذاك. كي طاح في الفخ هذاك جات هذيك مرته زوجة المزارع، جات هكذا تشوف في الفخ هذاك، عم بالها الثعبان هو ميت، هو كان حي هذاك الثعبان، قرصها لسعها، كي لسعها طاحت هكذا. جاو يجروا هكذا قتلوا هذاك الثعبان وداوها للطبيب وكامل. بعد قالوا لهم لازم تذبحوا دجاجة باش تداويوها. راحوا جابوا الدجاجة ذبحوها اللي ما حبتش تساعد الفأر. ومن بعد كي ذبحوا الدجاجة ماتت هذيك المرأة، ماتت. ومن بعد كان لازم يوكلوا الناس اللي يجوا يعزي وكامل في الدار، كان لازم يذبحوا البقره، ذبحوا البقره باش يوكلوا الناس.
دونك شوفوا الحيوانات اللي ما كانوش حابين يعاونوا الفأر هذاك ماتوا كلهم، الثعبان، الدجاجة، البقرة، لأنهم قال لك هذا الخطر هذا ماشي ديالنا حنايا، هذا الخطر ديالك أنت، دبر راسك معه. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلص من الحكاية تاع اليوم أنه اشتعل الخطر حتى وإن لم يكن يخصك. برافو 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 برافو، ثق على بوبي. إذا اشتعل الخطر حتى وإن لم يكن يخصك، ما تقولش تختي راسي. هبكم يا أطفال بالمرات الناس يقول لك تختي راسي، أنا هذا الأمر لا يهمني في الحومة، ولا يقول لك أنا هذا الأمر لا يهمني. بالعكس، مادام إحنا عايشين في مجتمع كل شيء يحدث في المجتمع يهمنا ولازم نكونوا معنيين به، ما نقولوش تختي راسي. يا أخي يا أطفال يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ شكرا شكرا. إذن لازم نكونوا معنيين بكل ما يحصل من حولنا. إذن ننتبهوا لجيراننا، ننتبهوا للحومة، ننتبهوا، لازم نكونوا معنيين، ما نقولوش تخطي راسي، لأنه الخطر ممكن أنه يعم على الجميع. يا أخي إذن الحقنا دركا لواحد الركن أنا نحبه بزاف، هو ركن بريد عمو يزيد. وين تبعتوا لي الرسائل تاعكم باش نقراهم هنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. بوبي شفنا إذا كان أصدقائنا بعتونا بريد. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا شكرا. إذن يا أطفال راح نقرأ الرسائل تاع الأصدقاء اللي بعتوهم لنا. الرسالة الأولى، أوفا ماريا 6 سنوات من العطاف ولاية عين الدفلة، قالت لكم على الحصة أحببتها لأنها تهتم بالأطفال، تعلمهم، تربيهم، تكونهم، تجعلهم يحبون الدراسة والوالدين. شكرا شكرا ماريا من العطاف عين الدفلة، رسالتك جميلة جميلة جدا بنتي، جميلة جميلة. الرسالة الثانية، عيشاوي ياسين 6 سنوات من مدينة الرغاية، وكذلك عيشاوي ريحام أخته 8 سنوات، قالوا لك سلام، حصة جميلة وأتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا يا عيساوي ياسين وعيساوي ريحام على هذه الرسالة الظريفة. الرسالة الموالية تقول، عزيزي عبد الرحيم 9 سنوات من ثنية العابد، مدينة ثنية العابد ببتنا، قالك أنا أحب عمو يزيد وكل الأصدقاء. برافو عزيزي عبد الرحمن 9 سنوات من ثنية العابد، هذه رسالة جميلة 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 جدا. الرسالة الموالية، قيرع محمد 11 سنة من مدينة الجلفة، سلامنا لكل سكان مدينة الجلفة، قالك أنا أحب عمو يزيد والحصة وأحب الألغاز. جميل جميل جميل. آخر رسالة آخر رسالة، يسرى سلاف 10 سنوات من ولاية أدرار، قالت لك برنامج جميل وأحبكم جميعا. إذن يسرى سلاف 10 سنوات من أدرار، سلامنا لكل أدرار والجنوب الكبير. شكرا. إذن عمو يزيد راح يحتفظ بهذه الرسائل، هذول نحبهم، يحتفظ بهم كامل. وانتم رسلوني يا أطفال، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي بنتي تعالي، ارواحي اقعدي بنتي. واسمك؟ برنو ايمان. ايمان، وين تسكني ايمان؟ هنا سليبة. في برقي، الله يبارك، سلامنا لكل الناس برقي. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنة. شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك، قولي لي النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد النهار واحد الأمير واحد السلطان قال لواحد الجزائري والفرنسي والألماني، قال لك واحد النهار قالوا لي يدخل دار معمرة بن مل نزوج له بنتي، وبعد قال لك دخل الفرنسي خرج معمر بن مل، وبعد زد دخل الألماني خرج بن مل، أو فرنسي الجزائري قال لهم قتلت وحدة راحوا قالت فينا. راحوا الجنازة. شكرا بنتي شكرا شكرا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي تعالي بنتي تعالي تعالي، اقعدي بنتي. واسمك؟ إسراء. إسراء، وين تسكنين؟ بوكرة. في بقرة، الله يبارك، تحية لكل سكان بقرة، تسلمي عليهم كامل لا؟ ولاية البليدة يا أخي. نعم.
الله يبارك الله يبارك. قولي النكتة تاعك بنتي. واحد النهار كان واحد الفأر صغير كان يمشي في الطريق، ما ديكت لقى واحد الطفل طاح له ما حبة عقاته صغيرة. هو ملي هذاك الطفل ملي يطيح له حبة هو يروح يجري يأكلها. ما ديكت هذاك الطفل الصغير تقلق، وما ديكت هو في هذيك الحبة كان هذاك الفأر صغير شافو واش كان يدير في الحبة تاع هذاك البسكويت الصغيرة، دار فيها السم باش يموت ويزيد ياكلها. هو شاف ومن كتراه يقول للأصدقاء تاعو، قال فأران الأصدقاء تاعو ساعدوني، الطفل دار لي السم باش ما ناكلهاش. وما ديكت هو نسى واش دار له هذاك الطفل الصغير، ما كيف كي طاحت له ما كلش قام من هذا الطفل الصغير. وما ديكت هو راح جرك لها، ما ديكت مات. من هذاك واصدقائه ما حبوش يساعدوه. برافو برافو بنتي، برافو 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 بنتي، ارجعي لمكانك. شكرا 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 يا اطفال. الحقنا دركا الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي يستحيل كسره؟ تعالي بنتي، وش هي؟ الأمل. واو، واسمك بنتي؟ وسام. وسام، وين تسكني؟ ببراقي. ببراقي. الأمل لا نستطيع كسره. برافو بنتي، برافو. أعطيه الهدية تاع الشطرة هذه، أعطيه الهدية تاعها. شاطرة 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 بنتي شاطرة. عمو يزيد يهديك هذا الكوب باش تشربي فيه الحليب ولا الماء، وكذلك يهديكي ثلاث أقراص سيديهات من حق الطفولة معلمي، ومبروك النجاح عليكم، إن شاء الله تستفادي بهم. تفضلي بنتي تفضلي. الآن عندنا عيد ميلاد جليل، تعال تعال وليدي، احنا نغنوا لجليل عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع جليل. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي، لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة.
إذا جليل. 6 5 4 3 2 1. إذا مبروك عليك جليلو، مبروك عليك، مبروك عليك، عطيني الشهادة تاعو. إذا جليل عمو يزيد يعطي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا أطفال غير تخرجوا تسيبوا الشهادات ينتظروا فيكم كامل، تاخذوهم كذكرى من عند عمو يزيد. وبما أنك راسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة، رامي راعي البرنامج يعطيك هذه الدراجة الجميلة هذه، إن شاء الله تستفاد بها. مبروك عليك وليدي. فوالا، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، نحبكم. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع